السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناه السير ستايل. النهارده انا جبت شويه مشتريات للبيت وللمطبخ كده، فقلت افرجكم عليها واقول لكم على الاسعار بتاعتها وكده لو حد حابب يشتري يعني. فهفرجها لكم، وبس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ويلا نبتدي. اول حاجه جبت الصينيه دي، انا قلت حلوه جدا للفطار وكده. دي ب65 جنيه، بس هي حجمها كبير يعني يعتبر كويس، يعني حلو قوي للفطار وكده، فهياخد اكتر من حاجه، فعجبتني قوي. فجبت منها اللون ده، حسيته هادي كده ولذيذ، فجبت الشكل ده. دي ب65 جنيه. جبت كمان الطبق ده طبعا بتاع الرز، هو ما كانش عندي، وطبعا بقاله كتير يعني مثلا ما عنديش، فقلت اجيبه بقى. ده جبته، كان سعره ده سعره 22 جنيه. الطبق ده لونه لذيذ يعني وهادي وكده وعجبني. جبت كمان هنا طبعا دول علقات طالعين كتير قوي، عمليين، انا عندي منهم اصلا قبل كده بس عمليين، وفي المحل ده كانوا رخيص، سعرهم 7.5 جنيه الواحدة، يعني دي 7.5 جنيه كده فيها 3، فكويسة يعني وعجبتني، فجبت منها 2. المنظمات بتاعت التلاجة دي انا اصلا كنت شارية منها قبل كده وعجبتني قوي، فرحت جبت تاني لان حسيتها عملية ولذيذة يعني. الواحدة انا جايباها ب22 جنيه، هي كان في عرض اليوم اللي قبلها عليها كان سعرها 15 جنيه، بس انا ما لحقتش العرض وكده فجبتها ب22 جنيه الواحدة. انا جبت منها 4، عمليين او حلوين جدا وبياخدوا اكتر من حاجة، يعني بينظموا شكل التلاجة وفي نفس الوقت تلاقيكي حاطة حاجات كتير. وجبت منها كمان الاكبر منها، الاكبر منها كمان لذيذ قوي يعني وياخد حاجات كتير، ممكن نحط فيه البرطمانات، ولو تلاحظوا هنا اصلا في جنب يبقى فيه الحتت المرفوعه دي وجنب مفهوش، لان انت ممكن اللي هو تدخليهم ايه في بعض، ممكن تدخليهم في بعض بالشكل ده بحيث ان هم لما يبقوا جنب بعض يبقوا متماسكين اللي هو ما كده يعني، فتحطي فيهم البرطمانات والحاجات دي هيبقى لطيف قوي يعني. دي الواحده ب30 جنيه، لانهم اكبر طبعا، فجمال قوي للتلاجة يعني، انا عاجبني جدا. جبت كمان ازازه الزيت حلوه، ودي حجمها كبير، وللاسف كنت عايزه اجيب واحده كمان زيها نفس الحجم ده للخل، لكن لقيت دي كانت اخر واحده في الحجم الكبير، فاضطريت اجيب حجم اللي هو الوسط اصغر من دي شويه، فجبتها قلت مش مشكلة يعني، دي للخل. حلوين برضو، هما شكلهم سادة وكده ما فهمش اي حاجة، بس انا ممكن ابقى اعمل عليهم اي شكل يعني عايزة. جبت 2 فوطة مطبخ عاديين جدا يعني، بس لزاز يعني، هما اللونين دول اللي كانوا موجودين فجبتهم. كمان جبت الباسكتين دول، دول انا هرتب فيهم حاجات جوه الدولاب، هبوريها لكم ان شاء الله في فيديو تاني، هرتب فيهم هدوم وحاجات كده بس حجمها صغير فهحطهم في الدولاب. وجبت بقى منظم اللي هي الحاجات اللي بيتحط فيها الاكل دي، الحجم الصغير ده عجبني قوي، ساعات بيبقى فيه عندك شويه حاجات صغيرين مش مستاهله انك تحطيها في علبه كبيره، فالعلبه دي لطيفه قوي، بس للاسف انا ما جبتش منها غير واحده بس، كنت عايزه اجيب منها واحده كمان بس والله ما جاش في بالي، نسيت خالص. جبت الحجم الصغير ده، جبت الوسط جبت منه 2، وهي الصغيره جبت منها واحده بس للاسف يعني. دول انا كنت جايباهم من قبل كده من حوالي شهر، فقلت اوريهم لكم برضو، عمليين جدا يعني. انا بحاول لما باجي اشتري حاجه من الباسكتات دي ان انا اجيبها اللي هي الحجم المستطيل، لان بيبقى احسن من اللي هو الدائري، ده بياخد الحاجات اكتر في التنظيم، بيبقى احسن اللي هو الشكل المستطيل او المربع في التنظيم بيبقى احسن من الدائري بكتير. ودولت المنظمات اللي انا قلت لكم كنت جايباهم من قبل كده، كنت جايباهم على فكره، دول كانوا اغلى بكتير، انا كنت مستخدماهم اصلا يعني، كنت كانوا في الثلاجه فطلعتهم عشان تشوفوهم. دول ده الواحد انا شاريه سعره غالي جدا، ده ب40 جنيه الواحد، فغالي طبعا جدا، بس لما رحت اشتريت النهارده جبت اللي هو ب22 جنيه ده، وحاسه الخامه يعني طبعا ب40 جنيه خامته فرقه اكتر، جودته احسن، بس مش فرقه كتير قوي يعني، فده عجبني يعني برضو. بس دوت الحجم مختلف يعني، ده اقصر واعرض شويه، انما ده طويل وارفع،
بس تمام يعني الاثنين عاجبني والله مفيش مشكله. واشتريت كمان النهارده اشتريت البراويز دي، ده برواز، دول هحطهم في المطبخ، هبقى اوريكم شكلهم ان شاء الله لما اعلقهم في المطبخ، حلوين قوي. الكبير ده ب 30 جنيه والصغيرين الواحد ب 25 جنيه، حلوين وعجبوني ولايقين مع هيليقوا مع المطبخ بتاعي ان شاء الله. ان شاء الله لما اعلقهم هوريهم لكم برضو. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.